مجوهرات والله أعلم. نعم يا شيخ الكريم، هذا السؤال تكرر، نريد منكم أيضا توجيها فيه بعد الإجابة عليه إن أذنتم، أحسن الله عليكم، فيما يتعلق بدخول وتردنا هذه التساؤلات، الدخول لصلاة الجمعة بعد نهاية الخطبة وأيضا شروع الإمام بالصلاة. فيقول بعضهم أنني أدخل بنية الجمعة ظنا مني أنه في الركعة الأولى، وأتفاجأ أنه قد رفع من الركوع للركعة الثانية، فبالتالي أنا سأصليها ظهرا، واختلاف النية بين دخولي لصلاة الجمعة وبالتالي أدائي لها كصلاة ظهر بسبب عدم إدراكي لأي ركعة من ركعات صلاة الجمعة، فما هو الحكم؟ ثم نريد توجيها منكم. أخي عبد الرزاق، قبل هذا يقال ما هو القدر الذي يدرك به المسلم الجمعة مع إمامه؟ ركعة. هو إدراكه للركعة الثانية من صلاة الجمعة. وبماذا تدرك الركعة أخي عبد الرزاق؟ بالركوع. فإذا أدرك المصلي الركوع الركعة الثانية مع إمامه فحينئذ أدرك الجمعة. ومن فاته ذاك الركوع فحينئذ يصليها ظهرا. كونه دخل معه ولا يعلم هل هو يعني في الركعة الأولى والثانية، هذا لا يضر أخي عبد الرزاق. بمعنى شخص مثلا دخل مع الإمام في الركعة الثانية في سجوده الأول مثلا في الركعة وهو يظن أنه في الركعة الأولى، هذا هو إن كان أدرك شيئا فيصليها جمعة، إن لم يدرك فيصليها إيش؟ ظهرا أربعة. ثم هنا هذا أمر أخي عبد الرزاق، ثم هنا مسألة مهمة أخي عبد الرزاق، ما بال الناس اليوم يتساهلون ويتأخرون عن الجمع والجماعات أخي عبد الرزاق. لذلك اليوم مما يحزن الحقيقة أن بعض الناس اليوم لا يدخل لصلاة الجمعة إلا مع دخول مع تكبيرة الإحرام لصلاة الجمعة، وهذا لا يجوز أخي عبد الرزاق. مما لا يعلمه الكثير أن الاستماع لخطبة الجمعة من واجبات الجمعة، ولا ينبغي الحقيقة الإنسان يتساهل في مثل هذا، فمن تساهل في سماع خطبة الجمعة هو آثم أخي عبد الرزاق. ولذلك ينبغي الإنسان يبكر، بل المندوب في حق المسلم أن يبكر للجمعة، وذاك في الحديث الشهير من جاء في الساعة الأولى فقد فكأنما قدم إيش؟ بدنة، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة. فالتكبير التبكير للجمعة مندوب، فلا ينبغي الإنسان يتساهل في مثل هذا، وأن لا يأتي للجمع إلا بعد أن يدخل الخطيب، أو أشنع منها أن يأتي بعد أن يشرع الإمام في صلاة الجمعة. فينبغي الإنسان يتنبه لمثل هذا. ثم أخي عبد الرزاق، اليوم صلاة الجمعة وخطبتي الجمعة زاد إيماني وروحي وأخلاقي للمسلم في أسبوعه كله. فالمسلم قد لا يجد أحيانا في أسبوع كامل يذكره يا أخي عبد الرزاق، ولا ينصحه ولا يوجهه بشيء من أحكام دينه ودنياه أو شيء مما يذكره بالله عز وجل. ففرصة الحق الإنسان يستعد ليوم الجمعة، يوم الجمعة يوم عظيم، يستعد ويبكر في ملبس حسن وفي سكينة ووقار، ويأتي وهو على حال طيبة، ويأتي مبكرا، ثم يقرأ ما كتب الله عز وجل له أن يقرأ، ويقرأ سورة الكهف كذلك، ثم يصلي ما كتب الله له أن يصلي، ثم يسمع الخطبتين، ثم بعد ذلك يصلي مع إمامه، بذلك ينال ويش أجرا عظيما من الله عز وجل. فالحقيقة هذا من الخسران حقيقة عبد الرزاق، كون الإنسان يتغافل عن صلاة واحدة في أسبوع كامل ربما لا تأخذ منه إلا ربع ساعة وثلث ساعة، والمحروم من حرمه من حرم مثل هذا الفضل العظيم. يعني نخلص من إجابتكم، دخول بنية الجمعة وتحويله لظهر لا تؤثر عليه، لا تؤثر. لكن الأهم من هذا أن يعلم بأنه لا يدرك الجمعة إلا إذا أدرك الركوع من الركعة الثانية، إذا أدرك أقل فإنه لم يدرك الصلاة، وبالتالي يصليها أربعا ظهرا، والله تعالى أعلم.